وجدوى. ايش يعني لك ان تعودي في مسلسل سعودي مشترك؟ يعني انا كنت متوقفه لان ما فيش حاجه اتعرضت عليا انا ارضى عليها، يعني كل اللي كان بيتعرض عليا لا انا ما رضاش عليه. ولكن لما الاستاذ خالد الراجح عرض عليا العمل والشخصيه دي، يعني ما قدرتش اقول لا، لانها شخصيه غريبه عليا وشخصيه جديده جدا عليا. يعني انا عامله حاجه و90 فيلم، كل الشخصيات مختلفة، ولكن الشخصية اللي جات لي دي اللي قدمها لي الأستاذ خالد دي معرفش مختلفة خالص، لدرجة ان انا اول ما قريت واول ما قريت الاسم قلت لا دي في حاجة جديدة، لازم هيكون حاجة مختلفة خالص عن الحاجات اللي عملها. وربنا يوفقني ان شاء الله من خلال التعاون المشترك اللي بيننا وبين السعودية والاعمال اللي هتبقى بيننا وبينهم ان شاء الله مستقبلا، وفي العمل اللي احنا هنعمله ده. يعني انا سعيدة جدا بيه، لان انا هخش جوه مجموعة تانية اكيد هنعمل شكل، واكيد هنعمل طعم تاني، واكيد هنعمل طريقة شغل مختلفة عن اللي انا قدمته، فانا سعيدة جدا بيه. بطلع واليوم النجمة نبيلة قديش احنا الحمد لله شكل قاعد نعيش حياة جميلة طبيعية، حياة سعيدة ان شاء الله دوم من خلال تواجد النجوم الكبار على أرض المملكة، من خلال أيضا الاحتكاك الدائم معهم والاستفادة من تجاربهم. احنا اليوم الحقيقة يعني قاعد نعيش ما أزهى العصور. أنا متأكدة أنه ما في عمل بيحط إيده الفنان الكبير والمخرج الكبير خالد الراجح وما حيكسر الدنيا. الفكرة كتير جديدة وكتير حلوة وفيها تحدي، وهو قد التحدي وأنا I'm sure أنه في قد التحدي. ولما بيتواجد اسم كبير مثل اسم الأستاذة نبيلة عبيد طبعا يعني حيكون الموضوع أجمل، ويعني بشكل حيكون أنا متأكدة أنه حيجذب الانتباه في العالم العربي كله، يعني حيكون ناجح إن شاء الله رب العالمين. وشرف إلي طبعا أنه أكون متواجدة في هالعمل. شكرا.